بيجامينج وفيديو جديد. احنا عيلة متكاملة جامدين واسطورة، اكتب اي بيجامينج شوف مين يطلع لك في الصورة. بدأنا من الصفر عملنا جيل بعد جيل، جبنا المئة الف وعدينا المستحيل. ازيكم يا ابطال، عاملين وحشني جدا جدا جدا. قبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. احب بصراحه يا ابطال اشكركم على الدعم الخرافي جدا. احنا خلاص يا ابطال يعتبر داخلين على 206 الف مشترك. بجد بجد يا ابطال رقم ما كنتش احلم ان انا اوصل له في يوم من الايام، ولكن الهدف اللي جاي يا ابطال هيكون هدف ربع مليون 250 الف مشترك، وباذن الله يا ابطال احنا قدها وهنقدر نوصلها مع بعضين. وطبعا استنوا يا ابطال الاغنيه الجديده والانترو الجديد اللي هينزل قبل الاغنيه الجديده، وبفكر كده اغير لوجو القناه. والله لسه يعني في دماغي حاجات كتير قوي بفكر اعملها. بس قبل ما نبدا فيديو النهارده انزل حالا حط لايك للفيديو واشترك في القناه ويلا بينا. فيديو النهارده يا ابطال اسوأ رسائل بتظهر لك في لعبه روبلوكس. واول ما نيجي نقول اسوأ رسائل، ايوه يا ابطال، هي اول رساله معانا النهارده وهي ديسكونكت. الرساله دي يا ابطال بتظهر لما لعبه روبلوكس بيحصل فيها اخطاء في المعلومات اللي فيها وكده، سواء مثلا في الموقع سواء في سيرفرات اللعب، والاخطاء دي كلها بتكون متعلقه ب HTTP. اما يا ابطال الرساله دي اللي بيقول لك فيها يو وير كيكد فروم ذيس جيم، طبعا الرساله دي رخمه قوي. والرساله دي يا ابطال بتجينا لما احنا بنكون داخلين في جيم معين، بيظهر لك مربع كده وفي كلمه دي اللي هو كيكد. بص يا ابطال كيكد دي معناها اللي هو خرجني من الماب، وغالبا يا ابطال الهاكرز بيحاولوا الفتره الاخيره يستخدموها في مبات على اساس يوضحوا للشخص اللي طلع من الماب او اللي ظهرت له رساله ان هو اتهكر، ولكن يعني احيانا بيكون فعلا حقيقه واحيانا فيك. اما يا ابطال الرساله الثالثه اللي معانا وهي رساله البان، تقريبا دي اسوأ رساله في الدنيا. الرساله دي حرفيا يا ابطال احنا شفناها كتير قوي في لعبه روبلوكس زمان. في ناس السنه اللي فاتت واللي قبليها كان كل شويه يحصل مشكله في سيرفرات لعبه روبلوكس، كان بيجي بيقول لك باد ريكويست ومشاكل كده كتير. ودلوقتي جينا على الرساله اللي بعديها ودي من اسوأ الرسائل برضك. حرفيا يا ابطال الرساله دي قعدت اسبوع كامل يا ابطال، وكان فيما معناها اللي هو يعني احنا بنصنع حاجه جديده ويتحلوا بالصبر ولعبه روبلوكس راجعه مره ثانيه. حرفيا يا ابطال في الوقت ده لعبه روبلوكس وقفت اسبوع كامل، ما كانش في حد عارف يعمل اي حاجه بجد. ونفس الكلام برضك يا ابطال هنا المفروض اللي ظهرت على الموبايلات. الرساله دي برضك هي اللي فاتت ولكن ظهرت بشكل ثاني وعلى الموبايلات. طبعا يا ابطال كل الرسائل اللي بتظهر في فيديو النهارده ليها علاقه بلعبه روبلوكس، وكل الرسائل دي اكيد ظهرت لكم يا ابطال وانتم بتفتحوا لعبه روبلوكس مثلا، او انتم جايين مره بتدخلوا على ماب او اي حاجه. الرساله اللي ظهرت قدامنا دي دلوقتي يا ابطال على الشاشه بتقول لك ان الصفحه بتاعت لعبه روبلوكس او موقع روبلوكس دوت كوم مش شغال، يعني ولا تعرف تفتح حسابك ولا تعرف تعمل اي حاجه اصلا، ولكن غالبا الرساله دي ما بقتش تيجي. وهنا برضك يا ابطال بتظهر لك الرساله دي ولكن على متصفح تاني. وهنا يا ابطال لما تيجي تلبس اكتر من اوتفيت، يعني اكتر من لبس، هنا بيجي بيقول لك ما ينفعش. الرساله دي بتجي لك وبتقول لك ما ينفعش تلبس اكتر من لبس. اما يا ابطال الرساله دي كلنا اكيد عارفينها، ولكن حاسس ان الكتابه فيها حاجه غريبه. الرساله دي يا ابطال بيقول لكم ان ده حدث خطا غير متوقع، وبقى تعالى مره ثانيه بقى. تقريبا بيكون في مشكله في اليو ار ال، ولكن ما تقلقش المشكله دي مش من عندك انت، من عندهم هم في لعبه روبلوكس. وبرضك يا ابطال الرساله دي بنشوفها كتير قوي، اسمها باد ريكويست 400 زير ووز ا بروبلم ويز يور ريكويست. الرساله دي المفروض اللي هو بيقول لك في مشكله حصلت بواسطه جهاز غريب، او يعني الجهاز فيه مشكله. لا 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 مش الجهاز بتاعنا المفروض، والمفروض اللي هم بيبحثوا عن قوائم بيشوفوا فيها كل الحسابات. والرساله دي بصراحه ابطال ما ظهرتليش قبل كده، ولكن هو المفروض مكتوب يا ابطال ان مكتوب اي بي حظر على كروم. طبعا يا ابطال جوجل كروم اللي هو اللي احنا اصلا يعتبر اكتريه الناس بتستخدمه وبتلعب عليه لعبه روبلوكس، سواء انت بتستخدم اي متصفح تاني او اي حاجه، ولكن هو ده فعلا المشهور. والرساله دي برضك يا ابطال كانت بتظهر زمان، كانت مشكله سيرفر ايرور 403، وهو اللي بيقول لك مش هتعرف تدخل على الموقع اصلا بتاع روبلوكس. بجد بجد يا ابطال مشاكل وصور ملهاش نهايه. والرساله دي يا ابطال بصراحه هي واضح ان هي قديمه قوي. بيقول لك ان الرساله دي بتظهر لما انت بتحاول عرض صفحه مقيده، غالبا انك اصلا ما ينفعش انت تفتح الصفحات دي، ولكن الناس اللي شغاله في لعبه روبلوكس تقدر تعمل كده. وزي ما انتم شايفين يا ابطال الرساله دي بطريقه اعرض شويه، مكتوب روبلوكس وبيلدر مان وسكيورتي ليفل، من الواضح كده ان الرساله دي ليها علاقه بالامان قوي، ولكن باين عليها قديمه برضه. حرفيا يا ابطال انا في رسائل اول مره اشوفها قدامنا دلوقتي على الشاشه ريكويستد بيج نوت فاون، ان اصلا الصفحه اللي انت داخل عليها دي مش موجوده، ولكن على ما اعتقد يا ابطال ان فعلا الموضوع ده قديم قوي والرسائل قديمه. حرفيا يا ابطال انا قاعد وانا بصور الفيديو دلوقتي ومصدوم جدا من الحاجات اللي انا بشوفها. بجد بجد فيديو النهارده جامد قوي، فالمفروض تنزل تحط له لايك بقى وتشترك في القناه عشان
عايزين نوصل لربع مليون. والمفروض يا ابطال دي رساله تانية، المفروض ان الشخصيه اصلا اللي جوه الرساله اللي ظاهره قدامنا دي ابطال اللي واقعه، المفروض ان ده بيلدر مان اصلا. هتقول لي ايه ده بلال ازاي؟ هقول لك اصلا يعتبر بيلدر مان من الناس المؤسسين للعبه روبلوكس، سواء مبات سواء اي حاجه تانية في لعبه روبلوكس، ولكن لا 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 هو متخصص، يعني جاي من اسمه بيلدر مان رجل البناء، يعني هو اللي بيبني المبات وبيعمل حاجات كتير قوي، يعني من غيره مش هنعرف نلعب اي حاجه، لان احنا بندخل نعمل ايه في روبلوكس؟ ما احنا بندخل على المبات. مشكله السيرفرات يا ابطال، وادي رساله تانية بردك عن السيرفرات، حرفيا الرسائل بجد مش بتخلص، وهنا يا ابطال الرساله ولكن مطوله شويه، بما معنى الرساله ان اللعبه بتواجه مشكله وهتاخد فتره عقبال ما تشتغل، والخطا 503 ده بيكون صعب جدا اصلا. لو تلاحظوا يا ابطال ان في اخطاء كتير قوي، الاخطاء على ما اعتقد بتبدا من 400 ولحد وقتنا هذا في الفيديو 503، وبتكون غالبا مشكلتها ان اليو ار ال او العنوان بتاع الصفحه بيكون فيه مشاكل، والمفروض ان ده بيتظبط من لعبه روبلوكس. وهنا يا ابطال الرساله بتقول لك ان الصفحه لا تعمل، الرساله دي يا ابطال بعنوان انتهت مده الاتصال، معنى كده ان لعبه روبلوكس اصلا يعني هتاخد وقت طويل عقبال ما تشتغل، بس لو سبت الصفحه دي ساعه او ساعتين هتلاقي اشتغلت لوحدها عادي، ولكن ده بيكون ناجم عن صيانه او تعطل في الخدمات او ضعف اتصال بالانترنت عندك، ولكن بصراحه انا ما اظنش انه ضعف اتصال بالنت خالص. ولحد هنا يا ابطال يكون فيديو النهارده خلص، اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. لو الفيديو ده يا ابطال وصل 2000 لايك في يوم واحد بس هنزل لكم جزء تاني، لان حرفيا يا ابطال فيه رسائل كتيره جدا، متحمس جدا يا ابطال، ويعتبر فيديو النهارده خلص، اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، اهم حاجه تفعلوا زر الجرس عشان ينزل لكم كل فيديوهات الجيمنج الجايه الجديده. وبس كده، هيبي جيمنج ابطال الجيمنج، وي سلام. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك، ايوه جدع. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك، ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي، ايوه بقى. اوه.